نبغى نغير اثاث البيت. وش نغير اثاث البيت؟ ليش كم له عندنا؟ له اسبوع كامل. وشو اسبوع كامل؟ ليش ما قلت لي طيب من قبل؟ يلا خلاص نغيره، ادي للشغاله. شغاله وشو؟ الشغاله حقتنا صارت مره غنيه، ما عاد تبغى الاشياء دي. يا انا بدي افهم شغله، ليش لما تمثلون على الشخص الغني تمثلون انه سعودي وتمثيلكم غلط؟ تمثيل غلط، اللكنة تخليك تقرف لهجة سعودية، اوكي؟ ودائما ذا السيجار ذا، ليش يا اخي؟ استغفر الله العظيم، الموضوع ينرفز. انا مو سعودي بس مرات اتنرفز والله العظيم، يعني قاعد اشوف لا لهجة صح، لا لكنة صح، لبس غلط، زي ذول اللي يجون في الاعلانات. انا من التداول لقد ذبحت لامبورغيني كذا. الحارس وينه؟ يلعن ابو حظي يا عيال، هذا حظ تراب.